من حيث المبدأ كده، فريق اسمه مش مطروح، مش عارفين عنه تفاصيل كتير، ما ملوش تاريخ، فريق جديد حتى حسب تصريح رئيس النادي نفسه، هل بتكون المهمة صعبة لما النادي الأهلي بيلاعب فريق مش معروف له خلفية معينة على عكس الفرق التانية اللي انت عارف تاريخها وعارف حجم قوتها وحجم إمكانيات اللعيبة بتاعتها، ولا ما بتفرقش؟ لا، أي مباراة كريم بتفرق، أي مباراة خارج أرضك كمان بتفرق أكتر. الظروف، طبيعة الملاعب اللي انت بتلعب عليها، طبيعة الجو، تغيير المناخ نفسه، بالرحلات، ممكن اي حد يجي له فلو، يجي له يتعب، يعني بتتعرض انت لحاجات غير لما تبقى عايش هنا في بلدك وبتعمل معسكر صغير وفي كنترول على كل حاجة. يعني بالنسبة للتاريخ بتاع الفرقة اللي انت بتلعبها، ده بيديك ثقة اكتر انك انت تبقى مش رايح يعني قلقان، ولان انا بحب الاقي فرق كبيره، يعني مع النادي الاهلي دايما تلاقيه مركز وعنده نتائج كبيره قوي مع الفرق الكبيره. طبعا الفرق الصغيره دي ما تبقاش عارف حساباتها، مش عارفها. من 2013 تاريخهم اشتركوا 3 مرات في البطوله، كبيرهم لعبوا مع زيسكو الافريقي، تعادلوا مره 0-0 واتغلبوا 1-0، فده التاريخ اللي انت تقدر تذكره للفريق زي ده. انما ما تعرفش الاعمار السنيه بتاعتهم شكلها ايه، شكلهم ايه على ملعبهم. ده المفاجات اللي انت بتعرفها بعد 10 دقائق من المباراه، انما قبل المباراه يسترها ان شاء الله. نتكلم وانا هقول لك اصل النادي الاهلي ده هو، طبعا النادي الاهلي هو كل حاجه، انما في بيبقى احتياطات واجبه للاعبين نفسهم مع نفسهم في الاستحواذ في الملعب وتنفيذ مهمه نخلص من المباراه، ما نحطش نفسنا في اي مأزق يعني. فبتعوق حاجه واحده بس، ارضيه الملعب. لما تبقى ارضيه الملعب مش كويسه، واحد يجي يقول لك ايه عليا وعليك، يعني ما يعني ايه عليا وعليك؟ ده اللي سمعناه على فكره من زميلنا فاروق، كان بيقول ان التدريب امبارح كان على ارضيه ملعب احسن بكتير من اللي هيتلعب عليه الماتش النهارده. ف انا ما بخافش على فريق النادي الاهلي الا من حكايه الارض دي، انما لو بتلعب على ارض سويه كده بتطلع امكانياتك، الفوارق اللي انت كنت بتتكلم عنها طبيعيه جدا، بتقدر تحركاتك، بتقدر لو في الخطط بتاعتك والتكتكس اللي انت دايما بتلعب بيهم، تبقى عندك حريه في التنفيذ، عندك اداء حتى بين اللاعبين، ما فيش حد يجي له ايه يزهق وهو بيلعب يقول لك يو انا مش عارف امسك الكوره، انا وحش النهارده، وهي طبيعه الارض او طبيعه المناخ اللي هو فيه هو اللي مش مساعده. فباذن الله يعني نتغلب على الحاجه زي دي، ويبقى في بقى يعني عندنا احنا بلغه الكوره بقى، في عندنا بنتدخل جراحيا بقى بالتصويبات من بره الملعب، بالاحتفاظ اي هجمه بتبقى لازم نستثمرها كويس قوي، تركيز يعني كل ده بيخلصوا في حكايه التركيز يعني.